هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كيش تمام. احنا ناس حبايب الكرام انتوا شايفين شباب باقي شوي لتخلص بلش الحاضنه الجديده شباب، حاضنه اليو ام بي اساطير. طبعا حبايب الكرام من فتره من اربع اسابيع شباب نزلت على الحاضنه اوكي، بس ولكن صار في تغيرات كثير باللعبه شباب، قلت لا لازم نرجع نشوف الحاضنه شباب، نشوفها مع بعضنا يا اساطير. والان حبايبنا قبل ما نبلش بكل شيء يا شباب، لا تنسوا صراحه حبيب محمد عليه الصلاه والسلام نقول ليتس جو شباب، نبلش نعمل ريفرش. وهي هي الحاضنه يا شباب الاساطير. لا اوكي، هي شنو؟ اوكي لك اللاكي معلم. ايه تمانو معلم. شو هاي؟ اوكي ما في شيء. اوكي نرجع نعيد. ايه تمانو حلو. اوكي شباب الحلو، قبل ما نبلش كل شيء شباب خلينا نبدل هاي. اوكي نبدل، نجيب قناع شباب، عندي قناع شباب، وخلينا نشوف مع بعض شباب الخاصيات الاشياء. طبعا يا شباب عندنا هذا الاول فيه دامج واثنين من سرعه الضرب اوكي، والريلود سبيد يعني ريلود سبيد يعني شباب يعني اعاده المخزن يعني، ولا كيف بسموها اللي اعاده التعبئه، فهمتوا علي كيف؟ انا الثاني شباب اللي هو شو اسمه تايجر ولا ما اعرف شو اسمه شباب، المهم تايجر اوكي. عندنا الدمج اثنين فيه ارمر اختراق الدروع شباب، ولكن فيه الثاني البطء موف سبيد شباب، يمشي يعني في بطء بالحركه اوكي يا اساطير. بالنسبه للبقره شباب مثل ما انتم شايفين، بالنسبه للبقره شباب عندنا واحد من الدمج، عندنا اثنين من المدى شباب، والرصاص قليل. طبعا هذا شباب طب بالكم كمل اول شيء. بالنسبه لهذا الشباب الحلوين عندنا هذا فيه السرعه اوكي والدقه تمام حبايبي الكرام. اوكي ويت اند ناو سو ناو شباب، حان الوقت شباب الحرق يا اساطير، نضرب اول خمس لفات لعيون التامين يا اساطير اللي سهراني. ليتس جو. طبعا حبايبنا ليش ما عم بيروح هذا؟ جو حلو، يلا ان شاء الله قناع. ايه تمانو اول قناع شباب، اللوز مع حجر، لوز اول ضربه شباب. ايه تمانو شباب الضربه الثانيه ولا شيء. ايه تمانو شباب الضربه الثالثه ولا شيء. ايه تمانو الضربه الرابعه ولا شيء. طبعا حبايبي الكرام قبل ما نبلش اكمل بالحرق حبايبي الكرام، وصلنا ل 200,000 مشترك شباب، كل هالشيء بفضل الله وبفضلكم يا اساطير، عن جد شباب جبنا الهدف شباب حبايبنا الكرام. ويلا نكمل خلاص، ما راح يعني ليش نشط وموت شباب، خلاص كمل شباب، خلينا نركز بالحاضر، فهمتوا علي كيف؟ ايه طبعا شو هاي؟ بيض. طيب يا شباب بدنا خناع، بدي خناع يا سلام، بدي خناع يا اخي. حسبيت اقسم بالله خناع واحد معلم، بدنا خناع واحد شباب، بدنا خناع. يا زلمه شو هاي يا شباب؟ ليش هيك الحسبيت شباب؟ اول ضربه طلع لنا قناع كان وضع لوز. ايه تمام هي احلى قناع يا اساطير، احلى قناع لوس. اوكي شباب الان نضرب هاللفه هاي تمام. اوكي شباب الان راح نجيب هذا اغلى واحد تمام، راح نجيب اغلى واحد الان شباب وندخل نجربه اوكي يا ستي، راح نجيب اول واحد شباب ندخل نجربه. طبعا راح نجيب البقيه كمان ولا يهمكم. تهانينا شباب التمانو، نعمل تزويد سريع وندخل على التدريب شباب بشكل سريع شباب، بعدين راح ندخل نجرب البقيه يا اساطير اوكي يا حبايبي. يلا ندخل على التدريب، يلا ليتس جو. طبعا شباب راح نجرب الباقيات كمان بنفس الوقت. طبعا شباب من فتره يعني جات قلت لكم انا نزلت المقطع اوكي حبايبي، بس ولكن ما كنت منزله كيف اقول لكم يعني ما كنت منزله، كان الحساب اللي كنت موجود فيه شباب كان غير سيرفر تمام، وسيرفر الاخير شباب ما كان موجود فيه مكان التدريب، لهيك شباب راح نجرب هذا اول شيء وراح نجرب الباقيين كمان على رواق. خلينا نحط واحد هذا واحد بدون سايلنس اوكي يا اساطير، خلينا ندخل نشوفه بالتدريب يا اساطير. الان شباب نضرب ضربات هيد شوتات اسطوريه شباب، الدنيا ليل هون شباب. طبعا شباب بالنسبه لك كشكل شكله اسطوري اوكي، بس لك شكل شباب يو ام بي يعني. طبعا شباب دائما الاسلحه اليو ام بي يعني اي سلاح شباب فيه السرعه ودمج يعتبر من افضل شيء، بس ولكن شباب الشيء مو عاجبني من هذا السلاح شباب اللي هو معلم طول بالك يا زلمه، طول بالك شباب، طول بالك يا زلمه، شوف اذا بنحكي يا زلمه، شوف البيوت 42 طلقه. هي التمانو وين؟ طبعا شباب والله لعب حاسه سريع يا الله، حاسه اللعب شباب وين؟ كيف جابني هذا؟ شوف بيت سنتك يا زلمه. اوكي شباب عندنا هون 15 اضرب 15 شباب من بعد، وهذا ما فيه نشوف الهيد شوتات شباب، شوف الهيد شوتات اللاعب. اوكي شباب يعني اللاعب عن جد مو طول كثير، هيد شوتات نار. ايه تمانو معلم هذول عم يضربوا في كل مكان شباب. واو
يا سلام. بس والله شباب الصراحة يعني ما بشوف يعني صراحة في تغير. أنا شباب صار في تغير باللعبة بثلاث أسابيع. أوكي. هنكون نشوف شباب. طبعا شباب ده بالنسبة لل 15 هات والله يعني ماشي ماشي سريع كثير. سريع. يا خدي. شو هذا المعلم؟ معلم شو هذا؟ شو هذا؟ ايزي برو ايزي حبايبي نطلع 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 شباب ونروح نشوف الثاني يا اساطير. الان راح نروح نشوف الثاني شباب. طبعا هو تايب بحساب ثاني اوكي حبايبي كرام هو بحساب ثاني يا اساطير. اوكي سو شباب عندنا هون الضرر تمام هذا الاخضر الاغلى واحد عندنا هون الضرر فيه واثنين معدل اطلاق النار تمام حبايبي مركزين معي اوكي وراح ناخذ نجرب الان شباب اللي هو الثاني تمام جايز راح ندخل نجرب الثاني اساطير اللي هو اللي بعده اللي هو يعني نفس الشيء وينه 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 اللي فيه الثاني اوكي واحد منهم راح نجرب كلهم راح نجرب هذا اللي بايدنا يا اساطير ندخل نجربه وين شو اسمه الزيبرا نجرب الزيبرا شوف فيه بدا في ضرر وفي مدى تمام وهذا فيه معدل الطلق فيه الدقه يعني هذا الضرر مدى يعني في مغزى الاسلحه قليل شوي بس يلا ندخل نجرب شباب ندخل نجرب كل الشباب ترى شباب بالنسبه للاخضر الاغلى واحد فيه قله يعني سرعه الريشارج تمام قليله بس اذا بنحط له يعني اذا بنحط للسلاح اليو ام بي نحط له اللي اسمه هاي الزخير هذا يعني اللي بيسرع هذا اللي بيسرع بتعرف انه بيسرع تمام راح يكون اسطوري طبعا تمام حبايبنا الكرام اوكي سو جايز بالنسبة لليو ام بيات شباب ما بنستخدم دائما بالنسبة لهذا هذا بضرب 26 اوكي طبعا ما في خلص شباب نجرب التدريب يا اساطير فاتر بنجربه يا جميلين هذا طبعا شباب هذا هو التدريب هذا نشوف التدريب ورا الشباب شغالين معنا هذا بالنسبة لهذا هذا شو اوه هذا فيو هذا فيو طول بالك عليك حبيبي والله يا شباب يعني صراحة فيه 19 مضروب يعني ماش مشي هذا كمان الصراحة بالنسبة لسولاك ما بجيب هيد شتات ملاحظ عليه ما بعرف هذا فيه بالمدى يعني مدى شوف ما بدا بالمدى اسطوري يعني بس بالهيد شتات مش توب توب شباب ما اعرف اذا لاحظتوا هذا الشيء الهيد شتات هذا مش توب توب خلينا نروح نشوف البقية شباب نعمل نجي على المقارنة نبدا نفتح لهون نجي لهون يا ساتير تمانو سو جايز بالنسبه لهذا حبايبي بالنسبه لهذا عندنا ضرر ومدى تمام هذا ممكن يكون بالرومات يعني حلو تمام حبايبي بس ما كان في شوف لاحظتوا هذا كان فيه ضرر حلو بس ما كان فيه السرعه طبعا هذا شباب هذا كان فيه سرعه تمام حبايبي خلينا ندخل نجرب اللي فيه اختراق الدروعه والضرر هذا فيه اثنين ضرر تمام بس ولكن سرعه الحركه بطيئه خلينا نجرب ضرر هذا يا شباب ندخل نجرب ضرر هذا اوكي اساطير ندخل على التدريب هذا فيه اثنين الضرر يعني هذا راح يكون ضرره قوي بس ولكن ما فيه سرعة بس ولكن بيخترق الدروعة فهمت علي كيف؟ التمانو خلينا نشوف كم راح يضرب على 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 الجسم بدون يضرب 28 شباب يعني مثل الام بي 4 فهمتوا علي كيف؟ طبعا مع اختراق الضرر بيصير اسطوري طبعا خلينا نحط نجيب هون ونشوف كيف باللعب اوكي جايز خلينا نشوف كيف باللعب سو ناو نحط له السرعة ونحط له هاد نحط له عادي بوش لأنه شباب العادي ما بنحط نحط شيء عشوائي. So now guys now الآن يا ستير لعنا اللي فيه الضرر اللي فيه الضرر يا ستير لعنا الآن اللي فيه الضرر حبايبي اللي فيه الضرر اللي هو نفرجيكم حبايبي اللي فيه الضرر شباب اللي هذا هو نفرجيكم على الشاشة يا ستير هذا هو اللي فيه الضرر حبايبي هذا هو راح نحن الان عم نجرب هذا اللي فيه الضرر اوكي جايز يلا نشوف الوضع هذا فيه ضرر والاختراق طبعا شباب تعال هون 20 من بعد حلو طبعا فيه اختراق اسطوري طبعا هذا البربره شباب يعني بتبرر معلم بتبرر معلم نار نار معلم هذا بتبربر معلم بيضرب ولا بالنسبه والله ماشي مش كمان بالنسبه للدقه يعني شيء لوز طبعا شباب انا والله الصراحه يعني ما بعرف يعني ما يعني والله هذا كمان حلو يا اخي
هدف يا مستوري. والله هدف يا شباب. ماشي كل شيء يعني فيه الضرب. شو هذا يخرب بيت سنتو الضرب. مثل الضرب شباب بدوك يعني عشرينات يعني مثل فيه اربعة بالهيد شاب. يخرب بيت سنتو شباب. والله دول شغالين شباب. ميت المدرب يا زلمة. اوكي طول برا هذا ما في لاحظ عليه الايم تبعه شوي تعبان. واه يا زلمة هاد جايين بربر. يا الله دام بربر يا زلمة. بتعرفوا البربر شباب لا يرحم. 13 ما شوفوا دقة تعبانة يعني. مش توب توب. ها بالنسبة يا اساطير بالنسبة خلينا نشوف هون. بالنسبة حبايبي الكرام بالنسبة لهذا تمام فيه ضرر وفيه ضرر اختراق تمام حبيبي الكرام. الان راح نجرب هذا شباب اللي هو معدل اطلاق النار. اوكي راح نجرب هذا معدل اطلاق النار والدقة يعني هذا شوي يعني صراحة هذا اللي من فترة لما جبته عجبوني. ليك شباب راح ندخل نجربه اساطيري. اوكي نجرب هذا الفيو معدل الطلق والضرر. اوكي ليتس جو ندخل نجربه هذا يا اساطير. اتمنى سو ناو خلينا نجي لهون نرجع اليو ام بي جايز ونحط الاشياء المهمه حبايبي الكرام. البوش طبعا هذا الشباب بيسرعه مثل ما قلت لكم 42 نفس الشيء تمام. بالهيد شوت 39 معلم هذا هو 25 سريع باين عليه باين عليه سريع. ركزت معي كيف شباب هذا فيه واحد من السرعه تمام. هذا فيه واحد من السرعه بس معدل الاطلاق هذا اللي حاطه خلفنا تمام. يعني يشبه هذا فيه السرعه. هذا فيه اثنين من السرعه يعني توقعوا شباب هذا فيه اثنين من السرعه وهذا فيه سرعه ودقه بنفس الوقت. خلينا ندخل على اللعبه ونشوف يا اساطير. يلا ليتس جو شوف وضعه هذا معلم. يلا هذا شوف الدقه معلم. طول بالك حجي شتات حلوه انا شو ماشي حلو لحد الان كل شيء متشكلز معلم. وين هون هذول؟ يا زلمة والله هذول نار يا زلمة. لا يرحموا يا اخي لا يرحموا. هذول ما بيرحموا يا اخي. هذا الناس عم برد والله شباب الصراحة ما بعرف شو بدي اقولكم. بالنسبة لي 97 37 يخرب بيت سنتون يخرب بيت سنتون يخرب بيت سنتون يا اساطير. هذول معلم حملين 25 15 15 15. حلو حلو دقة حلوة معلم. هيتشاتات حلوة هيتشاتات حلوة واسترع حلوة يعني فيه استرع فيه استرع شباب. خلينا نرجع نشوف الفيو السرعة والدقة بس لكن سرعة إعادة التحميل. شايفين معي كيف؟ سرعة إعادة التحميل يعني إعادة تحميل يعني شباب خلينا نشوف. طبعا أنا حاطط عادية والله شباب ما اختلفش الصراحة يعني شباب. أقول لكم من الآخر يعني شباب يعني واحد يعفي يعني الصراحة يعني مو هذا الشيء اللي المختلف يعني فهمت علي كيف؟ اوكي اوكي شباب حبيبي رح نروح ندخل نرجع نجرب نرجع نشوف الاول واحد. رح ندخل نشوف اول واحد يا اساطير ونشوف وضعه فهمت علي كيف اللي هو هذا هو يا شباب. رح ندخل نشوف هذا شباب نرجع نعمل له مقارنه يا شباب نفس الوقت. اوكي خلينا نحول على الحساب الثاني شباب ليتس جو ندخل نشوف هذا الاخضر شباب. حلو نشوف الاخضر يا اساطير. اوكي طبعا شباب نختار واحد حط لهم اثنين هذول بالمخزن الاصفر مثلا. هذا معلم نرجع نشوف شباب هنا عندنا يعني ولا بس يعني 26 يعني شوف يا شباب باين عليه سرعه يعني 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 اذا بتبربر او شيء بتبربر او شيء بيروح اللاعب. اتمانو هات لنشوف معلم حبيبي والله
حبيبي والله يا اخي والله سريع هذا. كريستيانو كريستيانو يا يوسف كريستيانو تعال طلع والله شباب يعني والله شباب هذا يعني راح نبربر يا شباب كل هذا راح نبربر شباب الهيتشوتات يعني والله كمان سريع الصراحه شباب صراحه يعني كشكل كمان التوب التوب شباب المرتبه الاولى يا اساطير عطوره بالنسبه لي يا حبايبي بالنسبه لي شباب الحلوين المرتبه الاولى هنطلع نشوف بالنسبه للمرتبه الاولى حبايبي الكرام المرتبه الاولى شباب انا الصراحه اعطيها للمعدل اوكي للمعدل والسرعه يعني ضرر وسرعه شباب تمام بالنسبه لسرعه التحميل شفنا يعني انه مو هذا الشيء الواو اوكي اللي مزعج اوكي وبالنسبه بعطي للثاني اوكي للثاني بعطي للدب الورقي لهذا الدب تمام مرتبه الثانيه اوكي جايز وبالنسبه يعني للبقيه هذا فيه ضرر بس واقف كمان حلو فيه بيخترق يعني فيه ضرر يعني توقعوا فيه ضرر وبيخترق يعني بنفس الوقت يعني ممكن بالرنكد يعمل سبا في عمال ممدوع علي كيف بالنسبة للنمر الورقي شباب هذا فيه الضرر والمدى هذا شباب ممكن ينفعنا بالرومات اوكي بالرومات الكلاس سكواد تمام وبس ولكن شباب يعني من الاخر شباب اذا يعني بس بالنسبة شباب عندنا هو 6 احجار وثلاث اقنعة تمام معناها 3 احجار يعني شايفين شباب يعني هذاك 6 احجار طبعا انا شباب اوكي هذا 3 اوكي 2 هذا 3 2 بثلاثة والله ماني فاهمه شباب يعني برايي بالنسبه لي لازم يكون مرتب يكون هذا اغلى واحد هذا اكيد شاكي واللي بعده يكون هذا انا هيك كنت اتوقعته هذا طبعا شباب ليش كمان اغلى واحد لانه فيه عندنا لما نقتل فيه يحتوي على بدور قاتل على نوع خاص ولا كلهم عندهم نفس الشيء تقريبا لا ولا كلهم هذا شوف هذا هذا بس هيك شكل اوكي سو جايز الحلوين حبايبنا الكرام ان شاء الله استفدتوا بهذا المقطع يا اساطير طبعا هذا كان يعني نفس الجزء نفس الفيديو نزلته بثلاث اسابيع شباب نفس الشيء بس ولكن تعرفوا صار في تغيرات باللعبه من اللعبه هيك شفتوا على كيف سو الان شباب يعني هلا نحن الان في هذا الوقت اوكي الحظر نزلت من شوي شو عجبكم مقطع يا اساطير لا تنسونا باللايكات والشيرات والاشياء الحلوه حبايبنا الكرام ونتمنى لكم عيد سعيد كل عام وانتم بألف خير حبايبي وشكرا من القلب وصلنا 200 ألف مشترك شباب بهدفنا وصلنا هدفنا واكتبوا لنا هدف جديد شباب بدنا هدف انتم تكتبوا لنا اياه هدف جديد بس ولكن مش هدف كبير يعني تارجت شوي غير شباب بشوفكم على خير حبايبي الكرام شباب وصلت معكم مع المقطع بشوفكم مقاطع جديده ولا تنسوا تشاهدوا المقاطع الموجوده على اليمين ولا على اليسار هون فهمت علي كيف اوكي حبايبي الكرام بشوفكم على خير ان شاء الله انبسطتوا معنا واستفدتوا تشاو.